بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والنور والنعيم. قبل ما نبدأ شيء، كالعادة جميع ما يتم حساباتي إن كانت وليس نصيحة مالية ولا استثمارية ولا اقتصادية، بل نسخ خبير استثماري والمالي والاقتصادي، وخاكم مالك وخاك لوحدك على مسؤوليتك الشخصية ربحا وخسارة، ويجب الاطلاع على صندوق الوصف. الأمر الآخر، جميع ما أذكر وبناء على الفهم المتواضع، لذلك لا تأخذوا على محمل الأكيدية، استخير الله ثم استشير ثم ادرس مشروعك واتخذوا على مسؤوليتك الشخصية ربحا وخسارة. اليوم تو راجع من الدوام، بس حاب اسوي ابديت سريع، تحديث سريع راح يكون على سناب وعلى اليوتيوب بشكل مختلف شوي. طيب نجي لموضوع البيتكوين، حتى الاكتشافات ما حيكون عندي وقت اني ارفعها، فحيكون الموضوع كله ارتجالي. بالنسبه لموضوع البيتكوين، يعني اختراق ال 35,000، هو حاليا فوق ال 35,000، اختراق ال 35,000 دولار امريكي وتكوين دعم فوقها هو علامه ايجابيه، وهو استكمال لنمط وايكوف. ففي هذا الفيس، في هذه المرحلة اللي هي اختار 35,000 دولار أمريكي وتكوين دعم فوقها، حندخل في مرحلة الـ resistance أو اختبار المقاومة في نمط وايكوف. فاستمرار الإيجابية بعد الوصول لهذه المراحل بإذن الله سبحانه وتعالى سيؤدي إلى اختبار مناطق 40,000 دولار أمريكي. بالنسبة لي الدعم، كثير يسأل عن الدعم، بالنسبة لي extended cycle زي السايكل اللي احنا فيها أو دورة مطولة، صعب مني أستعمل مثلا من وجهة النظر اللي أنا مقتنع فيها 21 week EMA، ممكن ال 50 week EMA يكون أنسب والله أعلم. الأمر الآخر، إغلاق أسبوعي فوق 30,000 دولار أمريكي للبيتكوين هو مؤشر جدا إيجابي بأمر الله سبحانه وتعالى، وهذا الشيء لا أتمنى حصوله. هذا بالنسبة للبيتكوين. بالنسبة للإيثيريوم، الاستركشر جدا قوي، يعني بالنسبة لي شخصيا عند توفر سيولة، وإذا توفر سيولة مناطق دخول ممتازة كانت الفترة كذا. أتوقع وصلنا لمقطع اليوم، لا تنسوني أنا والديني، نهاية مقطع اليوم، لا تنسوني أنا والديني، مدعاكم أكثر من الصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام. في أمان الله.